إن الهارتلاند ملجأ حيث يجد كثير من الرجال والسيدات والأطفال مكانا للأمل، فهو مجتمع يستطيع كل من البالغين والأطفال أن يستعيدوا علاقتهم مع الرب يسوع المسيح. تتخصص الهارتلاند لمساعدة الناس الذين لهم حياة منهدمة ليختبروا السلام من خلال شخص المسيح ويتعلموا الطاعة والتهذيب من خلال برامج مخصصة لذلك. ورغبتنا في الهارتلاند أن نعلم كل هؤلاء الناس الذين أتوا أن يعملوا ويعيشوا في العالم ويعلنوا إيمانهم بالمسيح. في عام 1992 سلمت حياتي للمسيح وكرست حياتي للمسيح، وتكلم الله إلي على الفور بأنني أبني مكانا للشباب الصغار. واعتقدت أنه كان صعب في البداية لأن أعمل هذا ولم أعلم كيف أفعل هذا، لكنني بدأت بناء الكنيسة بعدد قليل جدا، ونحن الآن حوالي من 500 إلى 600 شخص بيأتون إلى الكنيسة. لكن في نفس الوقت طلب منا الله أن أقبل في المكان أناس مجروحين من البالغين والصغار، وبدأنا نبني الهارتلاند، فبنينا سكن لهم ومدرسة، وبالطبع كان علينا إيجاد مكان للعمل للرجال الذين أتوا، فبدأنا بناء مزرعة الألبان، ونحن نزرع حوالي 68 كيلو متر مربع من الأرض، وبكده يجد الناس عملا لهم. ثم بدأنا بعد ذلك مصنع لمنتجات الألبان وتعبئتها، ثم عمل مصنع لعمل الجب. قد عملنا كل هذه الأشياء لخلق فرص عمل للمعيشة وإعالة أسرهم. مزرعة الماعز للألبان. يوجد لدينا حوالي 2500 من الماعز ويطعمون من مزرعتنا الخاصة، ويقوم رجال من الذين هم في البرنامج العلاجي بحلب الماعز صباحا ومساء، وتنتج الماعز حوالي من 2 إلى 7 لتر من اللبن للماعز الواحدة، ثم يتم شحنها إلى مصنع الهارتلاند الألبان حيث يتم تعبئتها أو استخدامها لصناعة الجبن. فندق ومطعم الهارتلاند. يعتبر المطعم الموجود بالهارتلاند هو من أشهر المطاعم الموجودة بالمنطقة، بتقديم عشاء فاخر بعناية وبخدمة رائعة من خلال رجال وشباب من الذين هم في البرنامج العلاجي. ويقدم المطعم أكلات شهية ومتنوعة وحلويات فاخرة من كل الأنواع، كما يوجد أيضا باللوكاندا حجرات فاخرة مريحة وبأسعار مناسبة للزائرين. كلية اللاهوت المسيحية بالهارتلاند. يلتحق كثير من الخريجين الشباب من البرنامج العلاجي بكلية اللاهوت، ورسالتنا هي مساعدة الشباب ليجدوا جوابا للتساؤلات التي تواجههم عن مستقبلهم، كما نساعدهم أيضا للإعداد لحياتهم بطريقة جيدة. وتقدم كلية اللاهوت برنامج دراسي لمدة سنتين، وبها بعض الدراسات المتخصصة في فن العبادة والإرساليات والتعليم ودراسات تعليمية كثيرة. كنيسة الهارتلاند. وتضم الكنيسة أعضائها من الشباب والرجال الموجودين بالبرنامج العلاجي، وكما أنهم ينمون في سيرهم مع الرب، فهم أيضا يشجعون لأخذ دور فعال في الخدمة مع الأعضاء الآخرين الموجودين بالكنيسة، سواء كان في فريق الترنيم أو خدمة الأطفال بمدارس الأحد أو خدمة التصوير والتسجيل، وأيضا في المناسبات والأنشطة الخاصة بالكنيسة.
بقالة الخليقة الجديدة. ونحن نبدأ بتعليم الشباب أن يضعوا منتجاتنا على الأرفف في هذه البقالة كأول وظيفة لهم. وتوجد بالبقالة العديد من منتجات المخبوزات والألبان وجبن الهارتلان وشموع وهدايا وأشياء أخرى كثيرة. معمل ألبان الهارتلاند. كثير من الرجال الذين هم في البرنامج العلاجي يبدأون حياتهم الجديدة بالعمل في مزرعة الهارتلاند، حيث بدأنا بحوالي 20 بقرة، وأما الآن فنحن نملك حوالي 6000 بقرة. ويعتبر اليوم معمل ألبان الهارتلاند هي أكبر مزرعة للألبان في ولاية ميزوري، حيث تقدم الألبان للتعليب وتصنيعها في عمل الجبن وتوزيعها في أماكن عديدة بالولاية وولايات أخرى. مدرسة الهارتلاند المسيحية. يلتحق الطلبة والطالبات الموجودين بالبرنامج العلاجي مع الطلبة الآخرين الموجودين بالهارتلاند، حيث ينالون تعليم خاص وعلى مستوى عال جدا. ويتعلم جميع الطلبة من الحضانة وحتى الثانوية في جو من الحب المسيحي والعناية الشخصية الفائقة بطريقة فردية. مطعم الصخرة الصلبة ومتحف فورد للعربات. ويقوم بالعمل في هذه الكافيتيريا السيدات والشابات الذين هن في البرنامج العلاجي، حيث يقدمون وجبات سريعة من البيتزا والهمبرجر وأكلات أخرى ومشروبات كثيرة وأيس كريم وكثير من الأشياء والوجبات الأخرى. وفي نفس الوقت يرغب الضيوف في مشاهدة العربات القديمة في متحف فورد العربات. مواشي وأراضي الهارتلاند. لقد بدأنا ونحن نملك حوالي 12 كيلو متر مربع، والآن وبعد هذه السنين أصبح لدينا 68 كيلو متر مربع. ويقوم الرجال الموجودين بالبرنامج العلاجي في زراعة الذرة والقمح والبرسيم وفول الصويا، كما أيضا يربون المواشي الكثيرة والأحصنة. معمل ألبان الهارتلاند. ويقوم الرجال الموجودين بالبرنامج العلاجي بتعليمهم مهارات مختلفة في العمل، مثل تعبئة ألبان البقر والماعز، وتحوز هذه المنتجات على جوائز وميداليات لتفوقها الكبير على المنتجات الأخرى في هذه الولاية. كما يوجد العديد من الأشغال والأنشطة الأخرى التي تساعد على خلق فرص للعمل ومساعدة الذين هم في البرنامج العلاجي وأيضا العاملين والخدام للمعيشة ودعم الخدمة والإرسالية، مثل المغسلة ومكتب التصميمات والطباعة وأعمال البناء وعيادة خاصة تسمى بالجلجثة وورشة صيانة العربات ومركز الصوب للزراعة ومصنع التعليب وأشياء أخرى كثيرة. وتقريبا كل واحد أتى الهارتلاند، وأنا أقصد اللي أتوا للبرنامج العلاجي، تقريبا كانوا محطمين جدا، كانوا بيعانوا من تناول مخدرات
وشرب الكحوليات، وكثير من الشباب ناشئ متمردين وأتوا من بيوت محطمة، لأن معظم العائلات كانت محطمة وحياتهم مختلة. فلما كانوا متزوجين زواجهم لم يستمر وتحطم، وأولادهم لم يستطيعوا المعيشة الصحيحة، وكمان أبائهم أيضا وأمهاتهم كانوا بيحيوا حياة بائسة ومحطمة. وقال لي الله أريدك أن تبني مكانا، تبني كنيسة لهؤلاء الناس المحطمين لحياتهم مخلة، كنيسة لها دور في مملكة الله. وده اللي حصل فعلا. كنت بشعر بفراغ جامد جوايا وعدم ثقة بالنفس، ورغم كل الناس اللي بتحبني وعائلتي المحيطة بيا، لكن كنت بطلب حاجة تملأ الفراغ اللي جوايا. أنا كنت عارفة أنني محتاجة لله، كنت أعرف أنه يوجد شيء أكثر في الحياة من الظلمة والسكر التي أحاطت بيا، وكنت أحس بفراغ كل يوم في حياتي كإنسانة تعيش بلا أمل أو هدف. كنت أستيقظ كل يوم من نومي وأعيش بلا حياة. أكبر حاجة تعلمتها هنا هي علاقتي الشخصية مع المسيح، وده كنز عظيم ملأ الفراغ اللي كان جوايا، بدل الظلمة اللي في حياتي بالنور، وفي فرح ما كانش موجود في الماضي. وأنا بصعوبة دلوقتي ممكن أفتكر الماضي، لأنه هو غسلني وغسل كل ماضي. إني مغمور بكل جوارحي، وفي بعض الأحيان لما بنظر لوجه شخص قد تغير تماما وأصبح لدي هذا السلام والفرح الآن، بينما لما أتى في البداية كان محطم وخائف وبائس. ممكن تقرأ ده في عيونهم، لا حياة فيهم. والآن ترى التغيير، وعائلات ترجع لبعضها البعض، وعائلات لهم أولاد الآن مع أولادهم وأمهاتهم وأخواتهم، وكانوا قبل كده تقريبا منعزلين وحياتهم مختلة، لكن دلوقتي لهم حياة. ده شيء فعلا مفرح. في بعض الأحيان أنا بكون فعلا مغمور جدا بعجائب نعمة الله. فالاحتياج لمكان مثل هذا، للسلام والراحة والحماية للناس، وده عمل هارتلاند. فإحنا مكان هنا بنحمي الناس ونشجعهم ونحبهم، ونقضي كل مجهوداتنا وأوقاتنا وحتى نقودنا لمساعدة هؤلاء الناس. وده الاحتياج الموجود في كل مكان بالعالم. وإن أنا أريد أن أشجعك أن تبدأ في خدمة مثل هذه، فأنت تستطيع أن تقوم بهذه الخدمة وتكون كجزء في عمل مثل هذا. أن يأخذ أمور كثير لتتميم هذه الخدمة، لكن إلهنا إله عظيم، وهو يستطيع مساعدتنا أن نبدأ خدمة الهارتلاند في كل مكان في العالم. إذا وجدنا أناس لهم قلب لهذه الخدمة، أنها تحتاج إلى تضحية لكنها فعلا تستحق.